فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا رجل متزوج وأسكن مع والد زوجتي، فهل يجب علي أضحية خاصة؟ هل يجب علي أضحية خاصة؟ الوجوب ما يتجب الأضحية، الأضحية السنة، الأضحية سنة فيها خير، فإذا ذبحتها عنك وعن أهل البيت الذي تسكن فيه فهذا شيء طيب. نعم، انتهى. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.